يتغلبوا على هذه الخلافات. وفيلم ثالث ليه جميل جدا اسمه To Sir With Love، هو برضو راح لمدرسة في ثانوية عامة كل التلاميذ بيض وهو كان المدرس الوحيد الأسود، ففي البداية التلامذة ما يعني لم يتقبلوه، ولكن نال احترامهم جميعا في الآخر. يعني ثلاث أفلام جمال جدا جديرين بالمشاهدة. فحركة الزنوجة هذه أثرت في كتير ومنهم فانون، إلا أنها هذه الحركة يعني أيضا انتهت إلى أن هي نفسها تكون حركة عنصرية. يعني هي بدأت بأنها حركة ضد العنصرية البيضاء، وانتقلت للمرحلة بعدها أنها ان فانون، يعني هو هناخد فانون هنا كمثال لهذه الحركة. بعدها بدأ أول ما وصل لفرنسا بدأ يحس بلون بشرته، لون بشرته السوداء. بعد كده لجأ إلى العقل لمحاولة تحليل تصرفات الشخص الأبيض، ومحاولة أنه to reason with him، أنه يعني يتكلم معاه كلام عقل. وجد أن الرجل الأبيض لا عقلاني تماما، ولا يراه ولا يعترف بوجودي، فالتجأ إلى الانتكاسة وإلى الرجوع إلى مرحلة اللا عقلانية. ولكي يكتشف الهوية، كي يعيد اكتشاف الهوية السوداء والحضارة والثقافة السوداء. وطبعا من احد هذه الحاجات، يعني انهم بيقولوا ان الحضاره الفرعونيه هي حضاره سوداء، لمجرد ان كان في بعض الفراعنه كانوا سمر. طبعا النوبه كان جنوب مصر كانوا سمر البشره، فالنوبه مثلا في اكيد فراعنه نوبيين، فالسود يعني قالوا ان الحضاره الفرعونيه هي حضاره سوداء. وطبعا بيقال ايضا، وفي كتاب اوروبيين نفسهم قالوا كده، ان الحضاره اليونانيه مبنيه على الحضاره الفرعونيه، ولذلك الحضاره الاوروبيه بشكل عام نتجت من الحضاره الفرعونيه. انما الزنوجه دي او النيجريتود هي ايضا انتهت الى ان تكون حركه عنصريه، حركه عنصريه، بس بدل ما تبقى عنصريه بيضاء عنصريه سوداء. وده فانون في الفصول التالية خفف من وطأته. فنتكلم هنيجي عليه دلوقتي. الفصل السادس The Negro and، اسمه The Negro and Psychopathology، الزنجي والمرض النفسي. بيقول The Negro makes himself inferior but the truth is that he is made inferior. في صفحة 115 بيقول فيها ان الزنجي هو اللي، يعني مش هو اللي حاسس بالدونية زي ما مانوني بيقول، انما هو اللي حواليه الرجل الابيض هو اللي جعله يشعر بالدونية. وبيقول انه البلاك مان stops to be an actional person when he meets a white man who gives him worth، في صفحة 119. ان الرجل الاسود يعني كل افعاله بتصبح مجرد صادرة، لا ليس لمجرد انه بيستمتع بالفعل اللي بيعمله او بيعمل شيء لنفسه لذاته، ولكن لمجرد ان ينال رضا الشخص الاخر. الشخص الاخر، الرجل الاخر هنا هو الرجل الابيض. وهنا بيتكلم في الفصل دوت، بيتكلم عن عقدة تانية بقى، ويعني مركب نقص اخر، لكن المرة دي عند الرجل الابيض تجاه الرجل الاسود. يقول ان الرجل الابيض يعني عنده مشكلة مع الرجل الأسود، هي اسمها نيجروفوبيا، الخوف من الرجل الأسود، وكذلك المرأة البيضاء يخافوا من الرجل الأسود، والمرأة البيضاء تخاف من أن تغتصب من قبل الرجل الأسود. ولكن هنا فانون بيقول إن في علم النفس أحيانا الشيء لما بيتم رفضه بشكل مبالغ فيه على الشكل الخارجي، فممكن من الباطن بيبقى فيه رغبة شديدة لنيل هذا الشيء. فبيقول هنا Does this fear of rape not itself a cry out for rape؟ يعني هذا الخوف الشديد من أن تغتصب من الرجل الأسود، أليس هذا في حد ذاته يعني ممكن أن يكون رغبة شديدة منها في أن تغتصب من الرجل الأسود؟ وبيقول أن هذه العقدة النقص عند الرجل الأبيض اللي بيشيع عن الرجل الأسود بأنه عنده فحولة زائدة وعنده فحولة جنسية زائدة، ولذلك هو يغار منه وبيعامله كأنه الإلدر براذر، يعني هنا بيقول الإلدر براذر اللي كأنه واحد مولود عن ليه أخ أصغر منه مولود. Treating the Negro as an elder brother reacts to the birth of a younger، صفحة 121.
كأنه بيغار من واحد أخ صغير ليه مولود في العيلة فبيغار منه، فهذا كذا الرجل الأبيض بيغار من الرجل الأسود نظرا لفحولة الأسود أكثر من الرجل الأبيض. وبيقول تاني إن تعذيب وقتل الذنوب، يعني هل هذا sexual revenge، مجرد انتقام جنسي منهم؟ وبيناقش بقى فكرة هذه الفحولة، بيقول هي دي واقع، هي دي حقيقة فعلا؟ Is the negro superiority real؟ Everyone knows that it's not. هل دي حقيقة؟ بيقول كلنا عارفين انها مش حقيقة. But that's not what matters. ده مش مهم. The pre-logical thought of the phobic، هذا الإنسان الأبيض اللي عنده فوبيا من الرجل الأسود، هو عنده الفكرة دي متسلطة عليه سواء كانت حقيقة أو لا. Has decided that such is the case. هو قرر إن هو ده الواقع. وبيقول إن على، يعني هو بيحلل هنا الرجل الأبيض بيستخدم نظرية لاكان، نظريته اللي اسمها the mirror period، إن الطفل بيمر في، بيكون في بداية سنوات لما بيبتدي يتعرف على ذاته من خلال المرآة، بينظر إلى ذاته من خلال المرآة، وبيشوف نفسه في المرآة، بيبتدي يتعرف على ذاته، إنه بيعرف هذا الشخص في المرآة هو أنا. فبيبتدي إحساسه بذاته بيبتدي يتشكل من هذه المرحلة دي، اسمها مرحلة المرآة mirror period. بيقول إن الرجل الأبيض في المرحلة ديت لما بينظر للمرآة بينظر إلى كل ما هو عكس ما يراه في المرآة، فهو هو الآخر، هو الرجل الأسود، الرجل الأسود هو عكس الرجل الأبيض، فهو بيقول الرجل الأسود the real other of the white man is and will continue to be the black man. صفحة 124، سيظل دائما هو الرجل الأسود، هو الرجل الآخر للرجل الأبيض. بيقول أيضا إن بيعقد مقارنة على طول ما بين كتابات سارتر عن اليهود والعنصرية اللي اليهود عانوا منها في أوروبا وبين العنصرية اللي السود بيعانوا منها، إن اليهود كان دايما البيض الرجل الابيض يعني او الاوروبي الرجل الاوروبي الغير يهودي كان بيكرهوا اليهود، لان اليهود كانوا حريصين على المال وبيجمعوا المال وكانوا بيتحكموا في المصادر الماليه، ولكن الرجل الاسود بقى سبب تاني اخر، هو سبب الجنس، انه الرجل الابيض يظن ان الرجل الاسود عنده فحوله جنسيه اكثر منه، ولذلك كان يغار منه، وكان ده عامل عقده نقص في شخصيه الرجل الابيض. ده الفصل السادس، يعني عنصرية شديدة جدا، حتى ان بيقول ان في واحد باريزيان سيز، في واحد من باريس بيقول هي از بلاك، بيوصف واحد اسود يعني هي از بلاك بات هي از فيري انتليجنت، ولكنه ذكي جدا، يعني كان طالما انه اسود يبقى المفروض انه يكون غبي، فيعني في واحد يعني صدفه ذكي، فبيقول رغم انه هو اسود انما ذكي جدا، يعني كلام منتهى العنصرية طبعا. والسواد دايما بيرمز إليه على أنه رمز للجهل ورمز للتخلف ورمز للشر، وكل حاجة سيئة فهي سوداء، كل حاجة جميلة وجيدة وصحية فهي بيضاء، ولذلك جعلوا الزنوج نفسهم اللي عايشين في أوروبا يكرهوا هذا السواد ويحاولوا يتخلصوا منه. طبعا فيها يتخلصوا منه إزاي؟ وهتفاهموا مع الرجل الأبيض إزاي وتحاوروا معه إزاي وفي ظل هذه العنصرية البغيضة. فبينتهي الأمر إن هم يعني النتيجة العكسية اللي بتحصل، اللي بيحصل إيه؟ إن هم بقى خلاص بيبتدوا بقى يجدوا قيمة لهذه البشرة السوداء، يبدأوا ريديسكفر بقى، يعيدوا اكتشاف حضارتهم السوداء وثقافتهم وذير أون هيريتيج وتراثهم وإرثهم وكل هذا. الفصل السابع اسمه The Negro and Recognition، الزنجي والاعتراف، اعتراف الرجل الأبيض به بعد الزنجي مع الزنوج ما حصلوا على حريتهم وأصبحوا يعني نظريا يعني على قدم المساواة مع الرجل الأبيض، إنما عمليا ما زالت الفوارق موجودة وما زالت العنصرية البغيضة موجودة، ولذلك لما الرجل الأسود يقول شيء جيدا ويفعل شيئا جيدا الرجل الأبيض يقول له You haven't changed a bit. Still as stupid as ever. ما تغيرتش أبدا على الإطلاق في أي شيء. ما زلت غبيا كما كنت دوما. وفي الفصل ده بيحلل نفسية الناس اللي في جزر المارتينيك
وفي الجزر في البحر الكاريبي بشكل عام، بيقولوا ان هم يعني they are greedy for security، وان الشخص هناك does that an antillean does is done for the other. كل الناس اللي هناك اللي في جزر الكاريبي السود يعني اي شيء بيعملوه بيعملوه من اجل الاخر، من اجل نيل رضا الاخر. ده صفحة 165. فبيقول في نفس الصفحة since in all periods the negro has been an inferior he attempts to react with a superiority complex. ودي هي يعني مسألة النيجريتود، حركة الزنوجة اللي بنتكلم عنها، اللي هي تحولت إلى عنصرية في حد ذاتها. طالما بيقول إن طالما الزنجي في كل مراحله مراحل حياته في كل الأزمنة بيعامل بيوضع في مرحلة في مستوى من الدونية أدنى بكثير من الرجل الأبيض وبيجعلوه يشعر بالدونية، فهو أصبح مضطر لأن يعني يخلق عنده حالة من superiority complex، من عقدة الاستعلاء، إن هو يحاول يستعلي هو أيضا على الرجل الأبيض كرد فعل منه. وبيقول إن الشعب المارتينيكي هم يعني الشخص هناك الرجل لا يقارن نفسه بالرجل الأبيض، لأن الرجل الأبيض يعني في مستوى أعلى منه بكتير لا يقارن نفسه به، إنما يقارن نفسه مع زميله الأسود، ها، ولكن طبقا لقواعد ومقاييس الرجل الأبيض. يعني على سبيل المثال اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية هي لغة الرجل الأبيض، فلما واحد منهم مثلا واحد من مارتينيك بيتكلم لغة فرنسية أفضل من شخص آخر، هنا بينظر نفسه على أنه أصبح أفضل وأرقى وأعلى مرتبة من هذا الشخص الزنجي الذي لا يجيد التحدث باللغة الفرنسية بلكنة سليمة ونطق سليم وبطلاقة، وبيعتبر نفسه أنه أصبح قريبا من الرجل الأبيض، ليس في مساواة الرجل الأبيض ولكن قريبا منه، ولكن على الأقل هو أعلى مرتبة من الزنجي الذي لا يتحدث الفرنسية بطلاقة. فاللغة الفرنسية زي ما قلنا في الفصل الأول أصبحت معيار ومقياس لمدى بياض الرجل الأبيض، مدى تحوله إلى البياض، مدى قبوله في عالم الرجل الأبيض من الناحية النفسية طبعا. بيقول إن طبقا لدوركايم اليهود never committed suicide now it's the negros. ده دوركايم بيقول كده، إنما فانون بيعارض هذا الكلام وبيقول إن طبقا لإحصائية أجرتها مستشفى ديترويت المدنية بتقول فيها إن 16.6% من حالات الانتحار زنوج، رغم أن الزنوج في هذا المجتمع الأبيض الأمريكي في ديترويت لا يمثل أكثر من 7.6%، وأن حالات الإناث السيدات المنتحرات أكثر بكثير، يعني سجلوا 358 حالة انتحار للسيدة زنجية ضد 76 حالة انتحار لرجل أسود. طبعا معظمها بيبقى نتيجة للعنصرية وللقهر وللاضطهاد وللاعتداءات الجنسية وللاغتصاب، فبيلجأوا للانتحار. وبيقول ان هنا بقى historically the negro steeped in the inessentiality of servitude was set free by his master he did not fight for his freedom. ان ده في صفحة 171 بيقول ان الزنوج من ناحية التاريخية الزنوج الذين أعطيت لهم الحرية حريتهم يعني لم يكافحوا ولم يقاتلوا من أجلها، هو في يوم من الأيام مجموعة من البيض حسوا بالذنب تجاه الزنوج فبدأ الحرية دي هو الرجل الأبيض أعطاها للرجل الأسود، لكن الرجل الأسود لم يحارب حقيقة من أجلها ولذلك لم يكن مهيئا لها، بين يوم وليلة لقى نفسه حر بين يوم وليلة، ولذلك ما كانش مهيئ لهذه الحرية. فبيقول في نفس الصفحة the negro is a slave who has been allowed to assume the attitude of a master. الزنجي هو عبد أعطيت له أو سمح له بأن يتصرف كسيد. the white man is a master who has allowed his slave to eat at his table. إنما الرجل الأبيض هو السيد اللي سمح لعبده أنه يأكل معه على الطاولة. فحرية العبيد السود هنا يعني هنا بيصفها بأنها زي واحد مريض مثلا
الدكتور قال له انت النهارده شكلك كويس فهتخرج من المستشفى، فخرج من المستشفى حصلت له انتكاسه قضت عليه. فهو هو بيقول كده ان الزوج ما كانوش مهيئين لهذه الحريه اللي جات لهم فجاه، فرغم ان لقوا نفسهم احرار انما وجدوا ان العنصريه ما زالت على اشدها فجاءت بنتائج عكسيه. فبيقول the upheaval did not make a difference in the negro، هذه كل اللي حصل ده والتغيرات ده لم تحدث اي تغير في الشخص الزنجي. he went from one way of life to another but not from one life to another، يعني مجرد ان هي غيرت اسلوب حياته لكن لم تغير حياته كلها، لم تحدث ثوره في حياته، في الحياه بشكل عام، انه لم ينال كامل حقوقه وكامل المساواه مع الرجل الابيض. الفصل الثامن والختام اسمه by way of conclusion، هو الختام ختاما، بيقول I will not make myself the man of any past. هنا بقى يعني نرجع للكلام على حركة الزنوجة، ان انا بقول يعني ان هي نفسها انتهت الى ان تكون حركة عنصرية، وكان كل همها وكل هم الزنوج اللي بينتموا للحركة ديت منهم فانون نفسه ان هم احياء واكتشاف الحضارة الزنجية. فانون بقى كان ضد بقى الكلام ده، هو خفف من الوطأة وكان ضد الكلام ده، وقال I will not make myself the man of any past في صفحة 176، لكن أجعل من نفسي رجلا ينتمي إلى الماضي. In no way should I dedicate myself to the revival of an unjustly unrecognized Negro civilization. لن أسمح لنفسي أبدا بأن يعني أجعل حياتي موقوفة على إحياء حضارة زنجية لم غير معترف بها ظلما. في نفس الصفحة فبقول Have I no other purpose on earth than but to avenge the Negro of the 17th century. ما فيش أي هدف في حياتي غير أني أنتقم لزنوج القرن السابع عشر اللي تم استعبادهم. There is no Negro mission, there is no white burden في صفحة 178 بيقول كده إن ما فيش حاجة اسمها مهمة الرجل الأسود ولا حاجة اسمها burden عبء الرجل الأبيض. طبعا كلمة عبء الرجل الأبيض دي كلمة قالها كيبلينج. ففي صفحة 179 بيقول بقى I recognize that I have one right alone، أنا أعترف وأقر بأن لدي حق واحد فقط، that of demanding human behavior from the other، إن أنا أطالب بمعاملة إنسانية وسلوك إنساني من الأخر، من الشخص الآخر. الآخر هنا طبعا الرجل الأبيض. وبيقول There is no white words, there is no white ethic any more than there is a white intelligence. ما فيش حاجة اسمها عالم أبيض ولا فضيلة بيضاء ولا ذكاء أبيض، وطبعا ما فيش حاجة اسمها فضيلة بيضاء وفضيلة سوداء ولا ذكاء أبيض وذكاء أسود. They are in every part of the world men who search. في كل مكان في العالم، ركن في العالم، في رجال يبحثون عن الحقيقة. I'm not a prisoner of history. أنا لست سجينا للتاريخ. I should not seek there for the meaning of my destiny. لن أبحث في التاريخ عن مصيري. مصيري يجب أن أبحث عنه في حاضري. I should constantly remind myself that the real leap consists in introducing invention into existence. صفحة 179 يجب أن أظل أذكر نفسي دائما بأن القفزة الحقيقية هو أن أحدث ثورة وتغيير كبير، تغيير شامل في وجودي، في الوجود بشكل عام. Am I going to ask the contemporary white man to answer for the slave ships of the 17th century؟ بيستكمل دفاعه عن هذه النقطة، بيقول يعني هل هجعل الرجل الأبيض المعاصر يعني مسؤول عن سفن العبيد في القرن السابع عشر؟ بيقول طبعا مش معقول. Am I going to try every possible means to cause guilt to be born in mind؟ إن أنا أحاول، هل أنا سأحاول كل طريقة لأن أغرس الذنب في عقل كل رجل أبيض؟ بعد كده بينهي بقى الكلام في 180 صفحة 180 بيقول I am my own foundation، أنا المصدر لنفسي، أنا مصدر نفسي، يعني أنا بدايتي. هو لا يريد أن يعود إلى التاريخ ويحاول إعادة اكتشاف تاريخ زنوج، تاريخ للزنوج، تاريخ حضارة عظيمة. هو يريد فقط أن يعالج
مشاكله الحاليه، لانه بيقول مثلا في نفس الفصل ده بيقول سيكون شيء عظيم جدا ان اكتشف ان هناك حضاره زنجيه عظيمه، وان هناك شعر وادب وفلسفه زنجيه، ولكن ما فائده كل هذا لطفل زنجي اسود في الثامنه من عمره مثلا يعاني من العنصريه في المدرسه؟ لن كل هذا لن يفيد بشيء. فهو يعني كان يريد أن يعالج أمراض عصره منطلقا من عصره ومن زمنه، لا بالرجوع إلى الماضي ومحاولة إيجاد أي أمل في الماضي. يعني كلام ده كأنه لينا إحنا كمان، يعني إحنا دايما بنفخر بماضينا، كنا وكنا وكنا، وحالنا دلوقتي إيه؟ إحنا في أسفل الأمم من ناحية العلمية، من ناحية الثقافية، من ناحية الأخلاقية حتى، من ناحية الرعاية الصحية، من ناحية التعليم، من ناحية كل حاجة، إحنا في أسفل الأمم، ومع ذلك دائما نعود إلى الماضي، ولا شيء لدينا غير الماضي. طبعا يعني في، أنا مش عارف أغفلت إيه أو سبت إيه، لأن يعني في حاجات كتيرة عايز أقولها في نفس الوقت، مش عاوز الفيديو يكون طويل جدا، ولكن لو لقيت إن في حاجات أغفلتها ممكن أعمل حلقة تانية، وحلقة تانية ممكن تكون عن كتابه، آخر كتاب لي The Rich of the Earth، معذبو الأرض، لدامني دولاتير. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة، وأن نكون استفدنا منها وعرفنا قدر هذا الرجل الكاتب الكبير الحقيقة، يعني اللي ترك أثر في كتير من السياسيين والقادة والكتاب، ورغم أنه يعني لم ينشر كتب كتير، إنما نشر مقالات كتير، ومات في سن 36، ولكن ترك أثر كبير. إن شاء الله أراكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.